في فرنسا ارتفعت أسعار المواد الغذائية كالخضروات الطازجة واللحوم، ويتوقع خبراء أن تتفاقم أزمة الأسعار في باريس بحلول يوليو المقبل بزيادة تتخطى 6% خلال عام واحد، ويعتبر الإنفاق الغذائي ثاني أكبر جزء من الإنفاق الاستهلاكي للأسر الفرنسية بعد السكن. المزيد في التقرير التالي. تسببت الأزمة الروسية الأوكرانية في أزمات عنيفة حول العالم، ولا يوجد اقتصاد على سطح بسيطة لم يتأثر بها سلبا، ولا توجد دولة لا تعيش تحت ضغط التضخم ونظرة السلع وتراجع الخدمات نتيجة الآثار التي نتجت عن الحرب المشتعلة في الشرق الأوكراني. في قلب هذه الأزمة الاقتصادية العالمية يموج الاقتصاد الفرنسي على صفيح ملتهب. يعاني المواطن الفرنسي من ارتفاع الأسعار واختفاء السلع جراء التغيرات التي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية. Je n'ai acheté que des choses basiques et j'en ai eu quand même pour 189 euros, alors qu'avant j'aurais pu en avoir pour 80 euros. الزيادات في الأسعار لا تتوقف، وكل يوم يمر يشهد ارتفاعا جديدا في الأسعار. التضخم في شهر مايو سجل 5.2%، ولا أحد يعتقد أن هذا الأمر سيتوقف في الشهر الذي يليه، بل أن هذا المستوى من الأسعار لم تشهده البلاد من 37 عاما، وبالتحديد منذ سبتمبر 1985. sur tout ce qui est achat d'alimentation de tout. De tout. Sur les vêtements, c'est énorme. Alors là, les vêtements, c'est trop. J'ai les charges, 500 ou 600 euros de dépensés. Ensuite, il y a les pépins. Comme là, ma chaudière vient de péter. J'ai payé une note de 400 euros. Ben, si je retire déjà sur ma truc 400 euros plus les charges, ça fait 1000 euros. Il reste 100 euros pour vivre. Est-ce que dans votre vie, vous avez déjà vécu un moment où vous êtes autant privé finalement ? Même pas pendant la guerre, puisqu'on avait notre jardin et on avait des animaux. Donc même pas. وبحسب المعهد الوطني للإحصاء الفرنسي، فإن ارتفاع أسعار الطاقة تراوحت ما بين 26.5% و 27.8%، في حين ارتفعت أسعار الخدمات وتجاوزت 3%، وتضخمت أسعار الغذاء لتبلغ 4.3%، أما السلع الصناعية فقد زادت بنسبة 3%. خبراء الاقتصاد في فرنسا يخفضون كثيرا من توقعات نمو الناتج المحلي الفرنسي، ويقدرون النسبة فقط ب 2.3% في 2022، بعد أن كانت النسبة 6.8% في 2021. ولا يوجد أحد يشعر بالتفاؤل. essayer de dépenser moins d'argent possible futilement et donc on est obligé de se priver sur certains trucs. فالصدمة كانت قوية للغاية على الفرنسيين، بل إنها كانت أقوى مما كان يتوقعه أكثر الخبراء تشاؤما. On sait qu'il y a l'augmentation des prix, mais que ça soit aussi fort et aussi rapide, non, on s'y attendait pas. ألمحت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا إلى احتمال استمرار خفض سعر الفائدة الرئيس، وقالت إنه لا توجد مخاوف من حدوث انكماش في روسيا، مشيرة إلى أن التراجع الذي حدث في أسعار المستهلكين هو تصحيح بعد الارتفاع الحاد الذي حدث في أواخر فبراير الماضي.